بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الاجتماع للمدارسة والمباحثة والاستماع والاتعاظ والاستفادة والإفادة وتكثير السواد. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، وهذه النعم يا أحباب تحتاج منا إلى شكر. نعم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سيمحق علينا هذه النعم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا النعم، وأن يبارك لنا فيها، وأن يزيدنا من فضله. نعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، فنسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعم، وأن يبارك لنا فيها. نعمة الجلوس في مجالس العلم في رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر هي حلق الحلال، معرفة الحلال ومعرفة الحرام، وذكر الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذا من مجالس الذكر التي هي رياض الجنة، أو من رياض الجنة. وسمعنا في كلمة الأستاذ الشيخ خير النظام جزاه الله خير، شيخ الرواق، ما سمعنا من النصح والحث والترغيب على إحياء الأوقات وإحياء العلوم. وعندنا إحياء العلوم لا يكون إلا بإحياء الأوقات، فكلما اشتغل الإنسان منا بإحياء الأوقات كلما اشتغل بإحياء العلوم ينبغي عليه أن يشتغل بإحياء الأوقات. نعم، كل واحد منا هو جندي، كما سبق أن ذكرنا في مجالس متعددة. فالجندي ليس الذي يقوم على حراسة الأوطان، بل الجندي حقيقة هو الذي يقوم على حراسة الأديان. ثم الجندي حقيقة هو الذي يقوم على حراسة الأذهان والعقول. ثم الجندي حقيقة هو الذي يقوم على حراسة الأوطان أيضا. وكل هذه متمثلة فيكم أنتم، فإن الجندية حقيقة إنما تكون في هؤلاء طلبة العلم الذين يخرج منهم العلماء. وكل واحد من هؤلاء العلماء يقوم في بلده على ثغر من الثغور، يقوم على حراسة أديان الناس، ويقوم على حراسة أفكار الناس، مما سمعتم الأفكار المتطرفة، التكفير والتبديع، وكذلك أيضا الإلحاد والعياذ بالله، وكذلك أيضا التمزق والتخلص من الدين، أو يعني النظر إلى التدين بشيء من الإزراء. كل هذا مما له صلة بالأفكار الدخيلة على الإسلام والمسلمين. من الذي يقوم على حراسة الناس من هذه الأفكار الشاذة؟ هو أنا وأنت، أنت وهي، وكل واحد من الناس الذين اشتغلوا بمجالسة المحراب أو مجالسة الكتاب أو مجالسة الآداب، هو الذي يجب عليه أن يقوم على حراسة هذه الأفكار والأديان. كذلك أيضا حراسة الأوطان، فإن الوطن إذا دخلته هذه الأفكار المتطرفة لا سمح الله تجده يتمزق. فإذا ليس الجندي هو الذي يقوم على حمل السلاح فقط، بل الجندي هو الذي يقوم على حمل القلم. من يحمل القلم أيضا هو من الجنود. ولهذا كان الواحد من العلماء يفرح بالفائدة ويفرح بالكتاب ويفرح بالفائدة أكثر من فرحه بما كان يتحصل عليه الملوك وأرباب الملوك. كان فيما ينسب عن الإمام سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو إمام الأئمة في زمنه، وكان إذا جلس يفكر في مسألة من المسائل وأطال التفكير في هذه المسألة، ثم خاض بعد ذلك فكره في هذه المسألة يمنة
ويسرة حتى حل تلك المسألة يقوم فرحا وطربا يفرح وينشد بيتين يقول: إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب. مسألة صعبة جلس يفكر فيها ليلا ونهارا، يبحث عنها ما بين الكتب، يبحث عنها ما بين السطور، يسائل فيها أرباب الصدور، حتى إذا من حلت له المسألة فرح وطرب لها. وهذا الفرح والطرب بحصول الفائدة أعز عليه وأغلى عنده من الطرب والفرح بحصول الأموال ونفائس المراتب. لا يبحثون عن مكاسب دنيوية، إنما يبحثون عن مكاسب أخروية. هذه هي السعادة في الدنيا، فما بالك بالسعادة في الآخرة. يقول: إذا خاض، يعني تفكر، إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا. قال: رأيت أن هذا الذي عند الناس من أهل الدنيا شيء لا يساوي شيء أصلا في الأصل، هذا كل شيء تافه وفاني. حقيقة الغنى أن يمتلئ قلبك بالعلوم، حقيقة الغنى أن يمتلئ عقلك بالفهوم، حقيقة الغنى أن تمتلئ نفسك بالتزكية والتربية، حقيقة الغنى أن يمتلئ جوفك كما سمعنا بالقرآن وكلام سيدي ولد عدنان. هذه هي الغنى وهذه هي السعادة. حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا ونلت المنى. لكن بماذا نال المنى؟ هل نال المنى بالجيوش؟ هل نال المنى بالأموال والدراهم والدنانير؟ هل نال المنى بهاتف آيفون؟ هذه هي المنى؟ سعادتك كل أن تأخذ معك تفاحة مقرومة؟ هل هذه هي سعادتك؟ هذه ليست سعادة حقيقية، هذا وهم. أن الإنسان يكون همه كل ليلا ونهارا يفكر في كيف يقتني تابلت فخم فاخر أو موبايل شكله كيت، ثم ليل بنهار نقلب في صفحات الهواتف دون فائدة، نمضي الأعمار والعياذ بالله في لا فائدة، وبعد ذلك نسأل عن هذا الدرهم، عن هذا المال الذي أفنيناه في غير فائدة. قال: ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. تعرفون الكتائب جمع كتيبة، والكتيبة عبارة عن مجموعة من الجيش. إذن حقيقة المنى وحقيقة السعادة فيما أنت فيه يا أحباب، فيما أنتم فيه يا أحباب. حلقة تجلسون فيها بين المغرب والعشاء عند أستاذ تدرسون علوم الدين، تدرسون علوم الوحي. فأنت يا حبيب يا طيب يا أستاذ، أنت طالب علم، هذه الإضافة إضافة تشريف في تكليف. فليس بطالب علم من لم يعمر أوقاته بالليل والنهار في التحصيل، ليس بطالب علم من ضيع أخلاق العالم والمتعلم، ليس بطالب علم من لم يفكر في هم الكتاب والسنة كيف يحيي علوم الكتاب والسنة، ليس بطالب علم من لم يفكر في المنهج الذي سمعنا عنه، منهج الأزهر الشريف. وهذا المنهج الأزهر، ومع سائر المناهج التي تسمعون عنها في الشرق والغرب من مناهج علوم أربطة حضرموت ومناهج علوم جامع القرويين في المغرب وجامع الزيتون بتونس وزوايا وخلاوي السودان وغيرها من أربطة إندونيسيا وماليزيا وبلاد الملايو، كلها هذه عبارة عن شبكة واحدة متصلة اتصالا تاما لا ينفك بعضها عن بعض، مقيدة بقيد واحد: الكتاب والسنة، العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية، المذاهب الشريفة الأربعة المتبعة، الطريقة والتربية الصوفية النزيهة المزكاة، طريقة القوم الصالحين. هذه هي التربية التي قامت عليها المدارس والمناهج، وكل المدارس هذه التي ترونها في الشرق والغرب من مدارس أهل السنة والجماعة عينان في وجه، لا تفترق
إطلاقا، عينان في وجه لا تفترق إطلاقا إطلاقا. فلاحظ قال نلت المنى بالكتب، فالذي لا يشرف بحمل الكتاب ولا يشرف بمراعاة الآداب ولا يشرف بمراعاة الآداب ولا يشرف أيضا بمجالسة الأحباب في تحصيل العلم، هذا لا خير فيه، لا خير فيه. ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الأعمار. فلاحظ هذا الإمام العظيم كيف يقول هذا، والإمام الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في تحسره، وهو ليس من أهل الحسرة إنما لينصحنا، يقول فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا ودرتها تعلو على ألف درة، النفس الواحد. لهذا كان الإمام الحسن البصري يقول كل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها، جوهرة لا قيمة لها، يعني هي جوهرة في حد ذاتها لكن نحن لم نعرف قيمتها. وهذا الإمام ابن الجوزي يقول أنفاس الناس خطاهم إلى الأجل، كل نفس من أنفاسك عبارة عن خطوة من خطوات حياتك إلى أجلك، كيف تعمر هذه الخطوة وكيف تنقلها في طاعة من طاعة إلى طاعة. عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف العظيم اغتنم خمسا قبل خمس، هذه نصيحة من الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا نصيحة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا نصيحة من نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. قال اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. كل واحدة من هذه النصائح الخمس في هذا الحديث عبارة عن ركن من أركان الفوز في الدنيا والآخرة. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك وصحتك قبل سقمك، هذه الخمسة. وقال في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل، لأنه لما لم يغتنم أو اغتنم في الحالتين، إن كنت ممن سمع النصيحة ولباها وعمل بها وسار على دربها وعرف كيف يستثمرها سعد، وإذا ما سئل يوم القيامة أعد للسؤال جوابا وإلا رسب في الامتحان، لأنه ما بذاكرش. عندنا نحن أيام الاختبارات الكل في حالة طوارئ عشان يريد النجاح في الاختبارات هذه، وبعدين الدكتور يديله درجة كويسة ولا لا يديله درجة كويسة، فهذه اختبارات الدنيا، فكيف باختبار الآخرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الفوز فيه. قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل، حتى يسأل، يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده اللي هي الطاقة التي نحن فيها الآن من نعمة العافية فيما أبله. كل واحد منا الآن ممتع بنعمة العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا منها. كيف هذه الصحة فيما أبليناها، والمال كيف اكتسبناه وفيما أنفقناه، والعلم ماذا عملنا به، هل عملنا بأعمالنا العلم والعمل والخوف والإخلاص والورع. يقول الإمام أحمد بن زين الحبشي هي قوام الطريقة عند السادة البعلوي، العلم والعمل والخوف والإخلاص والورع. ويقول عليه الصلاة والسلام وعن عمره فيما أفناه. فنحن والآن على مشارف عام جديد، كل واحد منا يضع أمام حياته هكذا دفتر ورقة يضع فيها برنامجه كيف يستثمر هذه الأعمار، ساعة فساعة، يوما فيوم، أسبوعا فأسبوع، شهرا فشهر، سنة فسنة، وإذا ما
سلك شهرا أو أسبوعا على طريق صحيح إن شاء الله الذي بعده يكون مثله وأحسن. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. والحمد لله على هذا المجلس، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الفرصة الكريمة وبحضور فضيلة الحبيب علي زين العابدين الحامد، جزاه الله تعالى خير الجزاء على هذه الزيارة المباركة وعلى هذا التفضل الكريم من جنابه الكريم في إلقاء هذه الكلمة. وكلنا إن شاء الله آذان صاغية لما سيقوله ولما سيمليه علينا ولما سيفتح الله سبحانه وتعالى به عليه من نصائح، نستمع بقلوبنا قبل آذاننا، ونستمع بأفئدتنا قبل يعني أسماعنا، حتى يكون الإنسان في هذا مستمع. فإذا ما حصل الاستماع حصل الانتفاع، وإذا ما حصل الاجتماع حصل الارتفاع. فلا بد من الاجتماع فالاستماع فالارتفاع والانتفاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم إن شاء الله. وشكرا جزيلا لفضيلة الشيخ خير النظام على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الفرصة الكريمة منهم، جزاهم الله تعالى خير الجزاء والعفو منكم على الإطالة. سامي.